متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. الحديث عن لقاحات فيروس كورونا لا ينتهي، خصوصا خلال الفترة الأخيرة وقت ما تم إعلان أن هناك إمكانية لخلط اللقاحات في الخارج. بالفعل في دول تم فيها التلقيح بنوعين مختلفين من لقاح فيروس كورونا. خليني أرجع مع حضراتكم بالوقت لشهور فاتت لما حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية من الخلط بين الجرعات، أشارت إلى أن الشخص يمكن أن يتلقى حقنة واحدة فقط من لقاح مختلف، لكن في حالات استثنائية. من شهر مايو بدأ الحديث بيتجه نحو منطقة أخرى، وهي أنه يمكن مخالفة ذلك، ولكن وسط مخاوف من البعض بأنه هذا الإجراء من الممكن أن يكون له آثار جانبية غير محسوبة. لتفاصيل أكثر عن هذا الأمر معنا عبر الهاتف الدكتور إسلام علان، خبير علم انتشار الأوبئة. دكتور إسلام أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ حور. أهلا بيك. هل ممكن يا دكتور الإنسان يحصل على جرعتين مختلفتين من لقاح فيروس كورونا؟ تمام، النقطة دي مهمة جدا. يعني هو في حاجتين، في السلامة، يعني هل هو آمن إن يحصل كده ولا لا، وفي نقطة ثانية هي الفاعلية. السلامة حتى الآن لم يسجل أي آثار جانبية جديدة في الخلط بين اللقاحات، يعني ما فيش مشكلة خلط ما بين اللقاحات. في البلاد اللي اتبعت بروتوكول الخلط زي ألمانيا مثلا ما كانش فيه آثار جانبية جديدة وكان الموضوع آمن. اللي على الناحية التانية عن الفاعلية، هو طبعا الدراسات نفسها جديدة، فإحنا هنحتاج وقت أطول شوية عشان نتأكد هل فعلا الفاعلية مثلا هو أطول دراسة فيهم اللي اتعملت في ألمانيا، إن الموضوع ده هيبوست أو هيزود المناعة ويزود الفاعلية بتاعت اللقاحات. لكن طبعا عشان نتأكد منها محتاجين أكتر من 6 أو 7 شهور بعد تلقي اللي هي المختلطة عشان نقدر نتأكد فعلا من الفاعلية. طبعا المشكلة كلها في حاجة بنسميها الليابيليتي أو المسؤولية. يعني مثلا هل لو حد جاله آثار جانبية من لقاح مختلط مثلا، هل المفروض ان هم يرجعوا لشركة الشركة الأولى مصنعة اللقاح ولا الشركة الثانية؟ فالشركات بتبقى ملتزمة بس لو أنا اتبعت التجارب السرية بتاعتهم. يعني مثلا فايزر لقاحين من فايزر، ساعتها أقدر أرجع أقول لهم إحنا عندنا مشكلة نطلعها إزاي. لكن في الجرعات المختلطة مشكلة الليابيليتي أو المسؤولية إن هي هتبقى متفرقة، محدش هيقدر يرجع على الشركات إلا لما الشركات نفسها تتبنى وتطبق على الدراسات اللي هي بتحصل حاليا في الخلط بين اللقاحين. طيب إيه هي الآثار الجانبية اللي ممكن تنتج عن يعني إنه الواحد ممكن ياخد لقاحين مختلفين؟ في العادي في المطلق مفيش أي مشكلة، يعني مفيش المفروض نظريا مفيش آثار جانبية جديدة. اللي هياخد الجرعة الأولى مثلا في ألمانيا وبياخد أسترازينيكا مع فايزر، لو أخد أسترازينيكا هو هيجيله الآثار الجانبية لو جاله اللي هي بتاعت أسترازينيكا، ونفس الكلام في الجرعة الثانية بتاعت فايزر. مش هيظهر يعني أو حتى الآن يعني لم يظهر عرض جديد مختلف بعيدا عن اللقاحين اللي هم تم خلطهم. الفكرة كمان في الدراسة بتاعت ألمانيا إن هم قالوا إحنا لو عندنا دايما آثار جانبية أعلى اللقاحات اللي إحنا بنسميها الناقلة اللي هي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون واللقاح الروسي سبوتنيك، الجرعة الثانية أعلى من الجرعة الأولى، فبالتالي أنا أحسن لي أدي الجرعة الأولى بس من اللقاحات اللي هي الناقلة والجرعه الثانيه ديها اللي هي الماسنجر ار ان اي زي فايزر او موديرنا كده، بقلل الاثار الجانبيه. ده الهدف بتاع الدراسه، وان تبقى الفعاليه اعلى. وبالفعل مثلا انجيلا ميركل مثلا عملت كده، يعني انجيلا ميركل خدت أسترازينيكا وبعديه فايزر. طيب ايه هي الطرق المثلى للتعامل مع الاثار الجانبيه للقاحات الخاصه بفيروس كورونا؟ طيب هو خلينا نفرق ما بين اثار جانبيه راجعه لجهاز المناعه نفسه، يعني اي حد هياخد اي نوع من انواع اللقاحات هيجيله اثار جانبيه خاصه بجهاز المناعه بتاعه، وهي الاثار العاديه، ارتفاع درجه الحراره، وهن في الجسم، يحس ان هو اوقات عطشان مش قادر يتحرك، كل ده نتيجه ان جهاز المناعه بيحضر ذاكره للفيروس عشان في المستقبل دوت. دي اثار عاديه جدا، ويقدر ان الشخص ياخد خافض للحراره، يقدر ان هو يريح في البيت ويشرب ميه كتير، خلاص وقت عدي بعد 2 أو 3 ماكسيمم. الحاجه الثانيه هي اثار جانبيه نتيجه مكان الحقن نفسه، فده احمرار مكان الحقن،
ودي برضه بسيطه، بتقعد يوم يومين ماكسيموم 3 ايام وتروح. اخر حاجه اثار جانبيه نتيجه اللقاح بقى نفسه، يعني لقاح نفسه دي اثار جانبيه. طبعا كل بقى لقاح من اللي موجودين ليه اثر جانبي وبنسب مختلفه عن التاني. يعني مثلا اللقاحات الناقله كلها اللي هي استرازينيكا وجونسون جونسون وسبوتنيك الروسي، دول عندهم كان المشكله بتاعه التجلطات اللي بتظهر في الاعمار الصغيره نسبيا واكثر عند السيدات، وخلاص يعني عرفنا ازاي نعرف نتجنبها. عرفنا ان بعد اسبوع لو حد جاله صداع او اي حاسس باي تنميل في اي حاجه في جسمه محتاج يروح لطبيب وبياخد مضاد للتقلب، وموضوع بيعدي. وحاليا في انجلترا الموضوع بقى بسيط جدا، يعني بقى استرازينيكا الموضوع تقلب. الماسنجر واللي هم زي موديرنا وزي فايزر اكتر اثر جانبي نادر، يعني الناس كانت بتتكلم عنه الفتره اللي فاتت هو الاكتئاب في بعض الحالات. برضه ده تاني كان يمكن تفاديله صوره ان هو كان بيظهر في صغار السن، يعني خصوصا تحت 30 سنه، فبالتالي كانت الريكومنديشنز ان اللي تحت 30 سنه بلاش ياخدوا الام ار ان اي وعندهم كل اللقاحات الثانيه. يعني دي الاثار الجانبيه النادره، وزي ما قلنا الحاجات العاديه الكومن اللي بتظهر هي نتيجه جهاز المناعه، واللي هو غالبا هي دي الاثار الجانبيه اللي الناس بتحس بيها. لكن ممكن بعض الاشخاص يحصلوا على اللقاح ولكن ما يظهرش عليهم اي اثر جانبيه؟ دي نقطة كويسة، لأن الناس بتخاف يقول أنا خدت اللقاح ما ظهرليش أي أعراض، فبالتالي يا إما اللقاح ما اشتغلش يا إما أنا عندي مشكلة في جهاز المناعة. ولا كده ولا كده، هو استجابة جهاز المناعة لتسجيل ذاكرة للفيروس تختلف من شخص لشخص. ففي أشخاص ما جالهمش أي أعراض تماما، ولما اتعمل لهم تحليل الأجسام المضادة وجدنا إن عندهم أجسام مضادة وكافية جدا ومستمرة. هو رد الفعل الجسم مختلف زي بالظبط كده، ما حد بياخد لقاح الانفلونزا وبيتعب حتى تاني بياخده وما يحصلش اي حاجه، هو زيه زي اي لقاح، يعني هو استجابه من الجهاز المناعي ان شاء الله. دكتور اسلام عنان استاذ علم انتشار الاوبئه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا. شكرا. شكر موصول لحضراتكم كل متابعينا في كل مكان، وانتظرونا في تغطيات اخرى على مدار اليوم. الى اللقاء.